صباح الفل من شوارع المنوفية مساء يا جماعة. قعدنا قعدة جميلة قوي والله العظيم مع الناس وحكايات يعني خيالية. يعني شايفين الرصيف اللي بينور؟ يا نهار ابيض على الجمال. المهم ان يعني الطلعة دي طلع شوية تعرفك شوية ان البايكات موضوعها كبير، موضوعها يعني احيانا صداقات بتمتد لوقت طويل قوي. الرجالة اللي كانوا قاعدين معنا فوقهم، فالموضوع مش موضوع معرفة بس وسريعة، ده موضوع حوار طويل يعني. يا جماعة الواحد اللي فاكر ان المنوفية لسه فلاحين وكده، لا معلم انت تفهم غلط، الدنيا غير كده خالص ما شاء الله، شكلها احلى والدنيا عدي يا ست عدي بالله. يا جماعة بص الرصيف عاملين في ايه، اضواء وحركات وتظبيط. يا جدعان اللي فاكر ان شفين دي الناس فيها لسه فلاحين، واقسم بالله عاملين حبة شغل معتنيين من المدينة، الاسفلت بيلمع. اول محافظة اشوفها في حياتي يعني جوه مش رئيسية والاسفلت بتاعها كده. الاسفلت ده بيقوموا كل يوم يمسكوه بالمبرد يحكوه كده عشان يظبطوه، تقريبا اكيد جوه المدينة الرئيسية الكلام ده، بس يعني ما شاء الله حتى شكل المطاعم والديزاينز بتاعت المدينة كلها جميلة ومبهجة يعني ما شاء الله. طيب شارع المصنع حكاية. بصوا يا جماعة الشارع ده من اكتر الشوارع التريندي هنا، الناس كلها قاعدة تبص علينا، في كافيهات جميلة، وبصوا الارض عاملة ازاي والشجر مع النور. يقولك الشارع ده لسه معمول يعني ما كملش سنتين، بس حكاية ان الناس بتظلم المحافظات لما بتقول ان المحافظة مش حلوة وهم ما جوهاش. كل مكان يا جدعان ليه جمال، مش لسه بقول لكم كده قبل شوية؟ والله العظيم رايق. بص الكافيه، بص الكافيه والجمال، والله العظيم الشارع تحفة. روحنا عند الراجل الجميل، ودينا عند راجل اسمه مستكة، هندوق المستكة بتاعته. الله الله الله، حاجاتك التوت دي، ها دي الحاجات اللي مولعه دايما دايما، البسيطه الحلوه اللي من مدينه شبين الجميله. يا سلام، يا ريت كل الناس تيجي تتفرج على جمال بلدنا. طيب الفورتيكه دي يا جدعان يعني بسبوسه على ايس كريم، على مكسرات، على على رز بلبن، على كل حاجه سكر تاكلها وتدوخ. طيب هنتوكل على الله دلوقتي ان شاء الله على طنطا. رزينا على الموضوع ده، فان شاء الله نوصل طنطا واقول لكم الاخبار. طنطا قريبه جدا من هنا، بس بجد الاجواء هنا تخليك مش عايز تمشي، موضوع هنا عايز اكتر من ليله يعني حكايه بصراحه. الفكره بقى ان هنا المفروض يعني ان انت تطلع، الجو دلوقتي حلو جدا، تمشيه حلوه، الاجواء حلوه، واحد فاروه اهي والله جامده برضه. ففكرة انك تتمشى وتيجي تطلع هنا حكاية. انا جيت شبين قبل سبع قبل كام خمس سنين ما كانتش بالجمال ده، ففي تطور رهيب بيحصل في الاماكن دي. يا جماعة حصلت فقرة دلوقتي والله ما كانت محتاجة تتصور، والله راجل بتاع بي ام قاعد يقول لي انتوا منين، ما اقول له اسكندرية، اقول له اقسم بالله طوف نعزمك، قال لي تكلت، قلت له والله عملوا معانا الواجب، قال لك لا تتعمل تاني والله ما تمشوا. والله كان ملزم ما قدرتش اصور والله يعني. يا جماعه والله يعني مش عارف اقول ايه، شكرا للمنوفيه والانطباع اللي كل محافظه حلوه في مصر بتصدره والله العظيم. معانا جروب دلتا يونايتد باي.